معي عبر سكايب من بون سيد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جاسم. هذه السيناريوهات ربما ثمت وفق خبراء، ولكن ثمت من يقول بطبيعة الحال بأنه التنظيم سيعتمد كل هذه الخيارات. ما الخيار الأكثر استخداما سيكون برأيك من قبل هذا التنظيم وفق تاريخه؟ ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب بالتأكيد كانت هنالك خطوة استباقية اتخذها التنظيم قبل بدء معركة الموصل بتسريح عدد أو أعداد من المقاتلين الأجانب خاصة من دول أوروبا، وقام التنظيم بتوقيعهم على يعني نماذج تتعهد باستمرار البيعة وتنفيذهم عمليات انتحارية في أوطانهم، وهذا ما يتعلق بالنسبة إلى المقاتلين الأجانب. أما فيما يتعلق بالنسبة للمقاتلين المحليين أو العرب فبالتأكيد هنالك السيناريو الأكثر، وهو الانتقال إلى مناطق النزاع أخرى، ربما تكون سوريا هي المرجحة الأكثر، وكذلك إلى مدن عراقية، وخاصة بالنسبة هنا في طبعا في العراق تعتبر صحراء الأنبار والبادية أيضا من الخيارات الأخرى. فإذا ما جاء في التقرير أجد أنه هنالك تفاصيل كثيرة وتحديد أكثر إلى نوعية المقاتلين والجغرافيا التي ممكن أن ينتشر أو يتخذها مقاتلي داعش بديل عن الموصل. نعم، بات الحذر وبالتالي التصدي لخيار داعش هذا الذي قام به سابقا كما ذكرت، كما ذكرنا نحن بالتقرير، من عمليات إرهابية فردية بدول أوروبية، بات أقل نجاعة إذا صح التعبير بالنسبة للتنظيم. ومن هنا أيضا أسأل، أي دول تعد الآن خصبة أكثر للإرهاب؟ طبعا دول تشهد اضطرابات غير سوريا، العراق بشكل عام ذكر دكتور جاسم سوريا قلت، ولكن سوريا أيضا يعني بلا شك بعد هزيمته أيضا هناك في رقة وهزائم متتالية له، حتى لو طبعا هو لا يزال موجودا. ما يتعلق بالجغرافيا في لتنظيم داعش كان هنالك خيارات كثيرة، أبرز هذه الخيارات هي غرب أفريقيا، تعتبر هي الخيار الأكثر إلى هذا التنظيم. يعني ما بعد ليبيا وسرت كانت هنالك خيارات عبر صحراء النيجر ونيجيريا غرب أفريقيا، إضافة إلى ذلك كان هنالك خيار آخر وهو جنوب شرق آسيا، إندونيسيا، الفلبين. يعني يبدو أنه هذه المعقلين ربما هي الأكثر، وهذه الجغرافيا ربما هي أكثر من غيرها. بالإضافة إلى ذلك بات واضحا أنه جغرافية العراق خاصة صحراء الأنبار هي أيضا المرجحة. أما ما يتعلق بالنسبة للأوروبيين فأصبح واضحا أنهم ممكن أن يستخدمون الوثائق التي بحوزتهم والعودة إلى أوطانهم بشكل غير مباشر. الأفراد المنتمون لداعش إلى أي درجة هم مؤثرون بقرارات قادة التنظيم؟ أي مناطق يتم اختيارها لمحاولة الاحتلال؟ يعني كما قلنا بالعراق مناطق أخرى غير الموصل سيعتمد عليها، يعول عليها داعش كون أنه الجغرافية هناك معروفة لأفرادها. نعم، بالتأكيد خاصة المناطق المحاذية إلى نهر الفرات، راوة، عانة، حديثة، المحاذية إلى الحدود السورية القائم، ربما هذه المدن هي الأكثر ترجيحا بالنسبة إلى هذا التنظيم. وادي حوران أيضا اشتهر بأنه هنالك معسكرات تدار من قبل التنظيم، إضافة إلى ذلك أن التنظيم هو سبق أن انطلق من تلك المنطقة. نعم. فإذا هو يختبر هذه المناطق أو خبير في هذه المناطق الجغرافية. نعم، أنا أشكرك جزيلا دائما على وجودك معنا سيد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، كنت معنا من بون.